سلسلتنا احتفالات في الهواء الطلق ننتقل إلى الساحل البلجيكي، حيث ينظم كل 3 سنوات مهرجان بوفو للفن المعاصر. هنا على السواحل البلجيكية تكون الرياح قوية دائما، وكل 3 أعوام يقام هنا معرض فني في الهواء الطلق. وقد أطلق على المعرض اسم بوفوغ، حيث يمثل المعرض عاصفة فنية على شاطئ البحر. لقد قمنا برحلة على طول منطقة الفلاندر الساحلية. المحطة الأولى أولنيتوب، وهو تمثال طوله 8 أمتار ومنصوب على الشاطئ أوست إند، حيث نلتقي هنا مع نيك إيفينك، الفنان البلجيكي الذي يشتهر بعمله الفنية التي تكتسي باللون الأصفر وكذلك بحذائه الأصفر. قياسات التمثال حسبت بالكامل بواسطة الكمبيوتر، ثم لاحظت أن هناك خلل، ولذلك صنعت له سيقان، وهو الآن عمل فني يتجول أثناء الليل على الكثبان الرملية. إنه عمل فني يشبه لوحات الفنان دالي. بالقرب من ذلك تحرس كلاب بدون أذان عددا من حطام السيارات. إنه عمل فني غامض، ولا يلتفت البعض لمعرض الفن المفتوح، والبعض الآخر يأتي لزيارة المعرض من بلدان بعيدة، وهناك من يعتبره ساحة لعب مثيرة. جميع الأعمال الفنية مرتبطة ببعضها عبر قطار الشاطئ الذي تمتد خطوطه لمسافة 69 كيلومترا، وهو الأطول في العالم، حيث يمتد من الحدود الفرنسية إلى الحدود الهولندية. محطتنا التالية هي شاطئ فاندوين، حيث يوجد عمل فني مصنوع من عيدان الصفصاف، وهو مطمور في الرمال، ويبدو وكأنه موجود هنا منذ زمن، وذلك رغم أن الجميع يعلم أن هذا العمل لن يقوى على مواجهة عواصف الخريف. إنه عمل له مذاقه الخاص ويضفي أجواء غير مألوفة، ويعجبني دخول الضوء إليه. تبقى هذه الأعمال في مكانها طيلة 6 أشهر، ثم يزال معظمها، وتبقى بعض الأعمال الفنية كهذا الحفار الذي يعود للنمط الغوطي الذي يرجع لعام 2003. الفن كلافتات إرشادية على طول الشاطئ الفلندري، إنها رحلة للفن التشكيلي. عندما تزور معرض بوفو الرابع في هذا الصيف، فإنك ستجد 18 عملا فنيا من المعارض السابقة لم تتم إزالتها، فهنا ينشأ متنزه للفن التشكيلي، وهذه فرصة عظيمة لتعريف الناس بالفن المعاصر. هذه إحدى الأعمال الرائعة التي تسمى الأرائق الاجتماعية للفنان الدنماركي ييبي هاين، وهو أكثر الأعمال التي لفتت الأنظار في المعرض. تجربة الجلوس بشكل مختلف، تعرفنا هنا على المرشدة السياحية ليني التي رافقتنا لمشاهدة أنابيب الاستماع العملاقة للفنان اللاتفي إيفاس دورل. إنه عمل فني والفكرة منه هي الاستماع. الاستماع لصوت الرياح وصوت ارتطام الأمواج بالشاطئ. ليني تعشق هذا الفن. يعلم الجميع أن معظم الأعمال ستبقى لفترة قصيرة، وبالنسبة لي لم أستلم أي شكوى من الأعمال الفنية. ننتقل إلى زيبروغ، أحد أكبر الموانئ الأوروبية الذي تبحر منه السفن إلى جميع أنحاء العالم، وتبقى فقط حاوية السفن التي تشير إلى الاستعداد لرحلة طويلة لن تبدأ أبداً. وبالقرب من الميناء اكتشفنا العمل الفني لسيارات الرحلات الملتصقة ببعضها البعض. المحطة الأخيرة هي نيوبورت، وهو مخزن ذخيرة قديم تحول إلى واحة للتأمل.
أنا سعيد جدا لأن الناس يجلسون ويقضون بعض الوقت هنا، وليس لثلاث ثوان فقط كما هو معتاد. إنهم يشعرون بأنهم مدعوون للبقاء ومراقبة الزمن كيف يمضي. صيف للفن بين الرياح والأمواج، إنه معرض أجمل من أي متحف.